هو احنا ليه هنا بنخاف على محمد صلاح من الحسد مع ان الناس بره مش بتخاف على ميسي ورونالدو؟ اشمعنى احنا اللي بنخاف على لعيبتنا قوي بسبب قربنا من ربنا، فعارفين ان الحسد ده مذكور في كل الاديان. بالنسبه لاوروبا عندهم ناس كتيره زي محمد صلاح، طب احنا ما عندناش حد زي محمد صلاح، عشان كده بنخاف عليه من الحسد. هو بيمثل مصر، مفيش لعيب في مصر عمله اللي عمله محمد صلاح، فبالتالي لازم نخاف عليه من الحسد، خاف عليه من الاصابه. محمد صلاح مع زمايله هو منتخب مصر عشان هو ممتاز، بيأدي اداء حلو يعني، عشان محمد صلاح بالنسبه لنا رقم واحد في مصر، دي عاده عندنا. محمد صلاح دخل الفرحه في قلوب كل مصر، احنا بنعتبره دلوقتي رمز لمصر، ربنا يبارك لنا فيه ويخليه لنا، عشان هو من بلدنا وكل الناس بتحبه، عشان الشعب بتاعنا بيخاف من الحسد. اول حاجه عشان محمد صلاح من بلدنا، وتاني حاجه عشان احنا مقتنعين بفكره الحسد دي، وتالت حاجة برضو هو لعيب مشهور، بقى مشهور وعمل امبروفمنت جامد في حياته، عشان ما عندناش حد بيلعب حلو زيه، وعشان هو فخر العرب انتوا عارفين بقى. اكيد بنخاف عليه من الحسد يعني، لانه لعيب مصري، ويعني بقى لنا فترة كبيرة ما لناش لعيب مصري ظهر بالقوة اللي محمد صلاح ظهر بيها. لا هي ممكن تكون دي ثقافة شعب يعني، هي حاجة ما لهاش علاقة، هي الفكرة كلها ان مجرد ما في حد نجح بشكل ملفت مثلا للنظر، فالناس بقى فاكرة ان كل حاجة ليها علاقة بالحسد، او ان مش اول حسد موجود في القرآن ومذكور وكل حاجة، بس هو الراجل ده ناجح عشان بيشتغل. بالنسبة للمصريين شخص يعني عمل حاجة محدش عارف يعملها قبل كده، فهو يمكن ده اللي مخلي الناس مهتمية بيه قوي، وده الناس بقى يعني بتشجع ليفربول كأنه منتخب مصر اللي بيلعب يعني.